السلام عليكم ورحمة الله. نشرة الأخبار من قناة المرابطون وتتابعنا فيها. الرئيس الموريتاني يزور معهد أمراض الكبد والمركز الوطني للاستطباب، ومواطنون يشكون مستوى الخدمات الصحية المقدمة. ندوة في العاصمة نواكشوط تبحث آليات محاربة الإرهاب والتطرف، ووزير الشؤون الإسلامية يشيد باستراتيجية موريتانيا. انطلاق أعمال النسخة السادسة من الأيام الثقافية لذوي الإعاقة بنواكشوط تسعى لتشجيع المعاقين وتغيير النظرة تجاههم. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. زار الرئيس الموريتاني محمد العبد العزيز المعهد الوطني لأمراض الكبد والفيروسات، كما زار مركز الاستطباب الوطني، حيث اجتمع بالطاقم الطبي وحثه على تحسين الخدمات الصحية وتقريبها من المواطنين. واستعرض الطاقم الطبي بالمركز أبرز التحديات التي تواجهه والمطالب التي يطالبون بها من أجل تحسين الخدمات. نتابع التفاصيل في سياق التقرير التالي. الرئيس الموريتاني يزور المعهد الوطني لأمراض الكبد والفيروسات الواقع بمقاطعة تفرغزين في العاصمة نواكشوط، وتبلغ الطاقة الاستيعابية للمعهد 20 سريرا، ويسعى لتخفيف من معاناة المواطنين المصابين بداء الكبد في موريتانيا من خلال تقديم العلاج لهم. ويتمثل دور المعهد الذي كلف تشييده 1,600,000,000 أوقية في التكفل بأمراض الكبد الفيروسي، كما يعنى بالإسهام في وضع السياسة للإقاوة الصحية في البلاد. وبعد معهد أمراض الكبد والفيروسات، زار الرئيس الموريتاني مركز الاستطباب الوطني بنواكشوط، حيث اجتمع بالطاقم الطبي وحثه على تحسين الخدمات الصحية وتقريبها من المواطنين. واستعرض الطاقم الطبي بالمركز أبرز التحديات التي تواجهه والمطالب التي يطالبون بها من أجل تحسين الخدمات. وقد احتج العشرات من ذوي المرضى ومرافقهم على ما وصفوها رداءة الخدمات والفوضوية بالمركز، كما انتقدوا التجهيزات الطبية ودعوا الرئيس إلى ضرورة إيجاد حلول للمشاكل المطروحة والوقوف في وجه ما وصفوه التلاعب بحياة المرضى. حد ما عنده الفوضى هون ما هو داوى تلفزيون والرجل يتعدى التلفزيون تاخذ خنفوس شاكر تاخذ واخذ من تلفزيون ينقال لك في خنفوس قصر خارج ولا ما هو طب ندور من السيد الرئيس لأنه يعرف الصحة شيء صحة ما خالقة صفر وتوف. ويشكو المواطنون من حين لآخر من مستوى الخدمات الطبية المقدمة لهم داخل المستشفيات والمراكز الصحية بالعاصمة نواكشوط وخارجها، ويدعون السلطات المعنية إلى تحسينها والنهوض بها. انتقد وزير الاقتصاد والمالية المختار ولد جاي ما سماها الدعاية المغرضة للمعارضة تجاه التعديلات الدستورية. وقال ولد جاي خلال لقاء في نواكشوط بمنتخب مقاطعة مقطع الحجار إن هذه الدعايات لا تنطلي على المواطنين، داعيا إلى عدم ترك الفرصة للمعارضة من أجل التشويش على المواطن والرأي العام الموريتاني. التفاصيل نتابعها في هذا التقرير. تجمع جماهيري نظمه أطر ومنتخب مقطع الحجار بدار الشباب القديمة في نواكشوط. المهرجان حضره عمد المجالس المحلية ونواب المقاطعة وأبرز الأطر المنتمين إليها، مع عدد من قادة الحزب الحاكم بموريتانيا وجمهور غفير من السكان المنتمين للمقاطعة. وزير الاقتصاد والمالية الموريتاني قال خلال كلمته بالمناسبة إنه بتصويت سكان المقاطعة المكثف لهذه الإصلاحات الدستورية سيعطون للمعارضة درسا نهائيا، ودعا المعارضين للتعديلات إلى الاعتذار والتوجه إلى أحضان بلدهم وترك خلص هذا البلد ليشتغلوا في هذه الورشات بإخلاص. الأيام القادمة ستكون أيام حاسمة. نحن متأكدون أن هذه الإصلاحات الدستورية ستمر، لأننا متأكدون، لأن الشعب الموريتاني شعب ذكي، شعب وفي، شعب يعرف مصلحته دون أي، ولن يدور يصوت على الإصلاحات الدستورية. لكن طلبي منكم هو التعبئة المستمرة.
وقال واللجاي إن الرئيس الموريتاني والطبقة السياسية التي شاركت في الحوار ارتأت أن تذهب إلى الشعب الموريتاني ليقول كلمته في هذه التعديلات، منتقدا وصفها من طرف المعارضة بالانقلاب على الدستور، واصفا الاستفتاء المرتقب بأنه يمثل الديمقراطية في أبهى تجلياتها. إنه استشارة الشعب، أخذ رأي الشعب. الشعب الموريتاني له كلمة الفصل. الحكومة، رئيس الجمهورية، المجموعة المتحاورة، أحزاب الأغلبية، أحزاب المعارضة المتحاورة، بعد أن تعطل تمرير التعديلات الدستورية من خلال البرلمان، أردنا أن نذهب إلى الشعب، والشعب هو الحكم. وقد طغى الحضور الشبابي على المهرجان الجماهيري الأول بالعاصمة نواكشوط منذ إعلان الحكومة عن الاستفتاء الشعبي بشكل رسمي، مع حضور كافة الأطر المنتمين للأغلبية بالمقاطعة، وسط تأكيد من المشرفين عليه على أبرز ميزة للمقاطعة في الوقت الراهن، وهي الانخراط في تحالف واسع بعد فترة من الخلاف والتنافر بين مكونات النخبة السياسية. احتج عدد من الشباب الناشطين في حراك محال تغيير الدستور أمام مبنى المجلس الدستوري في نواكشوط، معلنين رفضهم إجراء التعديل الدستوري المرتقب عبر الاستفتاء الشعبي. ودعا المحتجون أعضاء المجلس الدستوري إلى رفض تمرير التعديل الدستوري، كما دعوا السلطات إلى صرف الأموال المرصودة للاستفتاء الشعبي في تحسين الخدمات الأساسية للمواطنين. نحن الآن نقف أمام المجلس الدستوري لكي نقول لهم لا للانقلاب على الدستور، لا للانقلاب على الدستور، لا لتغيير العلم، لا لتغيير النشيد، وهؤلاء المليارات التي ستنفق على تغيير الدستور يجب أن تصرف في التعليم والصحة وما إلى ذلك من مشاكل المواطنين. بحثت ندوة نظمت في نواكشوط بالتعاون بين وزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي ومجموعة دول الساحل موضوع محاربة التطرف والعنف. وأشاد وزير الشؤون الإسلامية أحمد الله الداود باستراتيجية موريتانيا الخاصة بمحاربة الإرهاب، واصفا إياها بأنها تشكل مثالا يحتذى في المنطقة. المزيد من التفاصيل في سياق هذا التقرير. وزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي بالتعاون مع مجموعة دول الساحل وهيئة كونارد الألمانية ينظمان بنواكشوط ورشة عمل تبحث تبادل الخبرات في مجال محاربة الإرهاب والتطرف العنيف. فظاهرة الإرهاب والتطرف التي تجتاح العالم اليوم تحتم على مجموعة دول الساحل تضافر الجهود وتنسيقها من أجل بلورة رؤية أمنية ناجعة في سبيل التصدي لهذه الظاهرة التي أضحت وأرق العالم، يقول وزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي. إن مواجهة الغلو والتطرف والتصدي لهما بحزم وعزم أصبحت أمرا من الضرورات الكبرى لأمتنا الإسلامية وللعالم أجمع. وفي هذا السياق تجدر الإشارة إلى أن بلادنا التي لم تأمن من عدوى هذه الظاهرة الوافدة والغريبة على مجتمعنا، حيث جلبت له أفكارا هدامة تعتمد التكفير واستباحة دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم والنيل من الحقوق الشرعية لغير المسلمين. واستعرض والله داود سياسة موريتانيا في مجال مجابهة التطرف، والتي قال إنها تسعى إلى تفعيل دور العلماء وأئمة المساجد وشيوخ المحاضر في ترسيخ قيم الإسلام الناصعة المبنية على التآخي والتسامح ومناهضة التطرف والإرهاب. التجربة الموريتانية في مكافحة التطرف والعنف والإرهاب، لقد أعدت بلادنا مقاربة فكرية فعالة لمجابهة ظاهرة التطرف والعنف والإرهاب، تتركز معالمها المركزية فيما يلي: إبراز الصورة الناصعة للإسلام ونشر تعاليمه السمحة، التكوين والتوجيه والإرشاد للأئمة المساجد وشيوخ المحاضر. ويشارك في ورشة ممثلون من دول الساحل الخمس يبحثون تبادل التجارب والخبرات والتنسيق في سبيل القضاء على الإرهاب الذي يشكل تحديا يواجه بلدان المنطقة. اختتمت جمعية يدا بيد للثقافة والعمل الاجتماعي أعمال ملتقاها الثقافي السنوي الرابع في نواكشوط، وتضمن الملتقى محاضرات وحلقات نقاش حول الوحدة الوطنية والتنوع الثقافي والعرقي في البلاد.
كما ناقشت الجمعية الوضعية الحقوقية في البلاد ووسائل تحقيق التآخي والتعاضد بين مختلف المكونات الاجتماعية في البلاد. نتابع. اختتمت جمعية يدا بيد للثقافة والعمل الاجتماعي ملتقاها الرابع المنظم هذا العام تحت الشعار واختلاف ألسنتكم وألوانكم. الملتقى اختتم بحضور سياسيين سابقين وشخصيات ومؤسسات المجتمع المدني وجماهير يدا بيد. الأمين العام للجمعية الإمام عبد الله الصار أكد في كلمته على أن الأخوة كانت المنطلق الأول لبناء المجتمع المسلم في العهد النبوي، وهي أيضا الأساس في بناء دولة العدل والجمع بين كل مكونات الشعب الموريتاني ذات الدين والمذهب الواحد. لقد كانت الأخوة هي نقطة الانطلاق في بناء المجتمع المسلم في المدينة المنورة، وفي ذلك تعبير بليغ وتعصيل نفيس لمكانتها في المشروع الإسلامي، فهي مسألة تأسيس وليست مسألة تكميل ولا تحسيس، إنها لبنة أساسية لإقامة مجتمع إسلامي وآلية ضرورية للانسجام والعطاء. ولذا أخذنا على أنفسنا عهدا بإقامة أخوة صادقة بين مكونات هذا المجتمع. سكتشات وأناشيد ونماذج حية من اندماج المجتمع الموريتاني فيما بينه كانت فقرات ضمن الحفل الختامي لهذا الموسم، زيادة على مبادرات لحث وزيادة اللحمة بين فئات المجتمع. هجرت بطاح مكة والشعاب وودعت المنازل والرحاب، لبست من الدجى يا بدر سترا ومن رهبوت حلكته ذيابا، وكيف تركت خلفك كل شأن وخليت القرابة والصحابة، وشر مواطن الإنسان دار يرى من أهله فيها عذابا، يناديهم فلا يلقى سميعا ويدعوهم فلا يجد الجواب، صبرت وكل داعية نلاقي من الأهوال ما يوهي الصلابا. الملتقى دام 3 أيام وتضمن ندوات وورشات وفقرات للأطفال وبرامج أخرى تهدف إلى ترسيخ ثقافة الأخوة وتعدد اللغات والألوان باعتبارها ثروة ينبغي الحفاظ عليها والتفاخر بها بدلا من التباغض والتنافر في بلد كان وما زال قادرا على احتواء جميع أبنائه. أطلقت جمعية الإرادة للثقافة والتنمية النسخة 6 من الأيام الثقافية لذوي الإعاقة في العاصمة نواكشوط. وقال رئيس جمعية الهادي وللمنير إن الأيام الثقافية للجمعية تأتي ضمن الأنشطة الثقافية والتنموية للجمعية وتهدف إلى تشجيع ذوي الإعاقة وتغيير الصورة النمطية تجاههم. ومعنا في الاستديو الهادي والمنير رئيس جمعية الإرادة للثقافة والتنمية، أهلا وسهلا بكم. مرحبا وحياكم العافية سيدي. وإياكم. أيام ثقافية للأشخاص ذوي الإعاقة، من المستهدف بهذه الأيام؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيد رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، شكرا جزيلا لكم على مواكبتكم لنا في النسخ السالفة وهذه النسخة. المستهدفون هم ذوي الإرادة من ذوي الإعاقة الذين يسعون إلى أن يعيشوا حياة كريمة، حياة فيها معنى الإنسان، معنى الإنسان المكرم، الإنسان المتعلم، الإنسان المثقف، الإنسان الذي يريد أن يغير الصورة المرسومة لذوي الإعاقة داخل هذا المجتمع على أنهم عالة، على أنهم متسولون، على أنهم ضعفاء لا يريدون سوى المعونة. دأبت جمعية الإرادة خلال 6 سنوات الماضية على أن تقول للمجتمع في كل وقفة من وقفات هذه النسخ هنالك ذو إرادة وذو إعاقة يريدون أن لديهم إمكانات، لديهم مواهب، لديهم قدرات، وينبغي أن تقدر هذه القدرات وأن ينالوا حقوقهم الاجتماعية والشرعية والقانونية. طيب، يعني ما أبرز مضامين هذه الأيام الثقافية الخاصة بذوي الإعاقة؟ في النسخ السالفة كنا في كل نسخة نختار عنوانا أو اسما يعالي تدور الأيام حوله. من خلال النسخة الأولى كانت تمكين الأشخاص المعاقين، النسخة الثانية والأشخاص ذوي الإعاقة على الأصح، النسخة الثانية كانت بالإعاقة نرتقي، كان بالإرادة نرتقي، بالتعليم نتحدى الإعاقة، إعاقة طفل ميلاد موهبة. في هذه النسخة كان الهدف هو أن نحن قدمنا عناوين نظرية، في هذه النسخة كان الهدف هو أن نطبقها عملية من خلال تقديم منتوجات لبعض النساء من ذوي الإعاقات، وكان المعرض مقاما اليوم في
قاعة النشاط، يعني مضامين ملموسة. مضامين ملموسة. غدا صباحا عندنا أطفال من ذوي الإعاقة لديهم إبداعات، وفي المساء بعض تلك المواهب المختلفة نعرضها للناس لنثبت لهم بأن الإبداع في هذه الفئة وأن قدراتها الحقيقية قدرات ذهنية وعلمية ينبغي أن تجد حقها وتنال من المجتمع ومن الدولة العناية اللازمة. طيب، البعض يصف وضع المعاقين في موريتانيا بالمتحسن، بحيث يتم إدماجهم وإشراكهم في الحياة النشطة تدريجيا. كيف تبدو الصورة لدى جمعيتكم؟ هناك شيء من ذلك، لكن لا ينبغي أن نقول بأننا قد وصلنا إلى ما نريد. لا شك أن هناك تحسن. مثلا في الفترة الأخيرة أصبحت هناك مركز للترقية والدمج الاجتماعي للأطفال ذوي الإعاقة، لم يكن موجودا، لكن هل مركز واحد يكفي في دولة كاملة؟ هل مركز يتبع لوزارة الشؤون الاجتماعية يكفي لتعليم فئة في دولة ينبغي أن يكون التعليم فيها تابعا لوزارة التعليم؟ هل هؤلاء نمط خاص من البشر يعزلون في قوالب تعليمية خاصة؟ لا ينبغي أن يكون التعليم لهذه الفئة متاحا في كل المناطق من موريتانيا وفي كل المدن والقرى وفي كل الأماكن. هنالك تحسن، ولكن لا نزال متأخرين جدا، متأخرين عما نريده نحن، أحرى عما وصل إليه الآخر. طيب، كيف تقيم الجمعية واقع الإعاقة في موريتانيا عموما؟ من حيث التقييم المسحي، موريتانيا كبقية الدول النامية والدول الفقيرة التي تعاني من كثير من الأمراض المفضية إلى الإعاقة والموصلة لها، لا يوجد هنالك فرق كبير، لا توجد هناك بأساء في موريتانيا أكثر من غيرها، لكن يوجد كثير من عدم الاهتمام بهذه الفئة من الناحية الاجتماعية، من الناحية التعليمية، من الناحية التشغيلية. هنالك قانون للأشخاص ذوي الإعاقة غير مفعل اليوم، هنالك خطوات فعلا اتخذت وتشكر، لكن ينتظر هؤلاء المزيد وينتظرون اهتماما من المجتمع، من القطاع الخاص، من التعليم، لأنه لا يمكن أن نغير واقع أي فئة من الفئات بدون أن نوفر لها تعليما ورعاية تستغني بنفسها عن أن تكون عالة تعوض فيها كل نقص يمكن أن يتصور أو أن يوجد فيها. طيب، ما أبرز التحديات التي تواجه المعاقين في موريتانيا والتي يمكن حلها على المدى القريب والمتوسط؟ إذا اتهجت الدولة الموريتانية والمجتمع الموريتاني سياسة واضحة من الأطفال المصابين بالإعاقة الذين يولدون فيهم إعاقات ويصابون فيها من الناحية في المراحل الأولى من الحياة، يمكن لنا أن نقول بأن لا يمكن أن نصل إلى نتيجة بعد عدة سنوات. أما في غياب هذه المنهجية والرؤية الواضحة فنحن سوف نبقى في نفس المكان. هناك حلول سوف تكون جزئية، سوف تستفيد منها أجزاء 100 شخص، 200 شخص، 1000 شخص، لكن كم عدد ذوي الإعاقة في موريتانيا؟ العدد يتزايد مع كل مولود، مع نسبة كل ولادات هناك أشخاص من ذوي الإعاقة يضافون إلى المجتمع. ما ينبغي أن يكون هو حل شامل، تفعيل القوانين المتعلقة بها، تمييز إيجابي أو إعطاء فرص حتى لا يكون هناك إقصاء على الإعاقة. للأسف الشديد كثير من المسابقات يتقدم إليها أشخاص ذوي الإعاقة ولا يجدونها لأن لديهم إعاقات، خصوصا أن القانون يخالف ذلك، ينص على نسبة 5% من الوظائف الرسمية ينبغي أن تكون لذوي الإعاقة، وينبغي أن نعمم هذا حتى على القطاع الخصوصي، لأن إذا قلنا بأن 10% حسب اعتراف الدولة ودراستها من شعب موريتانيا من ذوي الإعاقة، ألا يستحق هذه 10% أن تنال ولو على الأقل نسبة 50% من الوظائف؟ ينبغي هناك تحسينات كثيرة قد يقوم ومطالب كثيرة ينبغي أن يركز عليها، وأبرزها هو أن نذكي في الإنسان إرادته ليخرج عن القالب المرسوم له على أنه دائما دونة من الناس وأنه المحتاج وأنه لا يستطيع أن يؤثر ولا أن يبقى. علي تحال، يحصل الإجماع عالميا على أن المعاق هو المعاق، ليس المعاق الجسد، هو المعاق ذهنيا. شكرا جزيلا لك لهذه المنير، رئيس جمعية الإرادة للثقافة والتنمية، كنت معنا. أعلن في العاصمة الغامبية بانجول عن اكتشاف مقابر لثلاثة أشخاص تم تصفيتهم في عهد جامي بتهمة محاولة الانقلاب عليه عام 2014، ويأتي الكشف عن هذه الجثامين بين يدي استعداد البلاد لإجراء انتخابات تشريعية في 6 من شهر أبريل الجاري. تفاصيل أوفى في سياق هذا التقرير.
الإعلان في غامبيا عن العثور على جذامين 3 أشخاص تمت تصفيتهم بشكل سري خلال حكم الرئيس السابق يحيى جامه بتهمة محاولة الانقلاب عليه نهاية سبتمبر عام 2014. وقد عثر فريق التحقيق على الجذامين عبر تحقيق مع أعضاء سابقين بالميليشيا السرية التابعة ليحيى جامه، كان قد اعتقلهم نظام الرئيس الحالي آدم بارو، واعترفوا خلال التحقيق معهم بارتكابهم جرائم قتل، وكشفوا عن مقابر لبعض من اشتركوا في قتلهم بأمر من جامه. وقد أعلن في العاصمة بانجول قبل أيام عن تأسيس جمعية تعنى بضحايا نظام يحيى جامه، تضم ناشطين حقوقيين وفاعلين بالمجتمع المدني الغامبي. يأتي ذلك بالتزامن مع استعداد البلاد إجراء أول انتخابات تشريعية لها من دون جامه منذ 22 سنة، وهي الانتخابات التي ينافس فيها حزب التحالف من أجل إعادة التوجيه والبناء الذي كان حاكما في عهد جامه، حيث تقدم بعشرات الترشحات يمثل أصحابها مدنا غامبية مختلفة. وقد وصلت العاصمة بانجول قبل أيام أول بعثة أوروبية لمراقبة انتخابات 6 أبريل التشريعية، وتتكون البعثة من 14 مراقبا من أصل 50 يرتقب أن يشرفوا على الاقتراع، ويصل عدد المترشحين للانتخابات التشريعية الغامبية 239 مترشحا يتنافسون على 53 مقعدا برلمانيا، 5 منها يعين أصحابها من طرف رئيس البلاد وفق ما ينص عليه الدستور، فيما يصل عدد المكاتب 1420 مكتبا على عموم تراب غامبيا. إلى الشأن الفلسطيني، حيث دعا الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة أمان رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس إلى تشكيل لجنة وطنية للاضطلاع بإصلاح قطاع القضاء، وذلك ضمن تقرير سنوي طلب من خلاله الائتلاف بتشكيل لجنة متخصصة يشارك فيها قضاة ثقات وخبراء قانونيون وحقوقيون معتمدون وعدد من ممثلي نقابة المحامين. المزيد فيما يلي. كل شيء بدكم اياه. في تقريره السنوي المقدم تحت عنوان واقع النزاهة ومكافحة الفساد، دعا الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة أمان رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس إلى المبادرة بتشكيل لجنة إصلاح وطنية خاصة بالقضاء تكلف بإعداد خطط شاملة لإصلاح هذا القطاع. وطالب الائتلاف أمان في التقرير بتشكيل لجنة متخصصة يشارك فيها قضاة محل ثقة وخبراء قانونيون وحقوقيون وعدد من ممثلي نقابة المحامين للعمل على إصلاح المنظومة القضائية. التقرير المقدم عرضته أمان بمدينتي رام الله وغزة بحضور النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي أحمد بحر، معتبرة أن السلطة القضائية شهدت تراجعا في دورها في منظومة المساءلة خلال عام 2016، وأن السلطة التنفيذية تتدخل في مجال السلطة القضائية، مضيفة إن انكشاف حجم تدخل السلطة التنفيذية في مجال عمل السلطة القضائية والمحكمة الدستورية أدى إلى إضعاف استقلال السلطة القضائية وضياع هيبتها. وبيّن التقرير أن السلطة القضائية تعرضت لهزة كبيرة في عام 2016 و2000 نتيجة الصراع بين القضاة على شغل المراكز القيادية في مؤسسات السلطة القضائية، ما عرض البعض منهم للابتزاز وفقدان الاستقلالية وفق مخرج التقرير، الذي أكد أن مراكز النفوذ في السلطة التنفيذية لم تزل تعمل على فتح باب التدخلات في شؤون القضاء. يذكر أن إنشاء الائتلاف أمان جاء على خلفية مبادرة أطلقها ناشطون من المجتمع المدني وبعض المنظمات الأهلية في الضفة الغربية وقطاع غزة من أجل تشكيل تحالف هدفه مكافحة الفساد في المجتمع الفلسطيني، استجابة للحاجة المجتمعية للتصدي لحالة تفشي مظاهر الفساد التي رافقت نشوء السلطة، ليمنح الإطار النقابي مع مرور السنوات الشرعية والدور وسعة التمكين في الحياة الفلسطينية، بعدما استطاع ائتلاف أمان في عقده الأول وضع ما سماه الحجر الأساس لبناء نظام نزاهة وطني قادر على تحقيق درجة جيدة من مبادئ الشفافية والمساءلة في بلد ما زال نظامه السياسي يفتقر إلى أركان أساسية وبنيته المجتمعية تتعرض إلى تشويه متعمد من الاحتلال واقتصاده ما يزال يتنفس بالتمويل الخارجي. إلى هنا مشاهدينا الكرام نصل نهاية هذه النشرة وقد تابعتم فيها.
الرئيس الموريتاني يزور معهد أمراض الكبد والمركز الوطني للاستطباب، ومواطنون يشكون مستوى الخدمات الصحية المقدمة. ندوة في العاصمة نواكشوط تبحث آليات محاربة الإرهاب والتطرف، ووزير الشؤون الإسلامية يشيد باستراتيجية موريتانيا. انطلاق أعمال النسخة السادسة من الأيام الثقافية لذوي الإعاقة بنواكشوط تسعى لتشجيع المعاقين وتغيير النظرة تجاههم. يمكنكم مشاهدينا الكرام متابعة هذه النشرة وغيرها من نشرات وبرامج القناة عبر صفحتنا على الفيسبوك الظاهرة على الشاشة. شكرا لحسن المتابعة، السلام عليكم.